قلت له انت وسوريا والدنيا كلها بايعين لبنان، انا خلص شو الجيش اللي جايبين عليا وعملنا جيش. ما نجح فيه جنرال لحود وقتها انه كرس عقيدة قتالية للجيش واضحة. كم قذيفة ضرب؟ قال له ضرب 30 قذيفة، قال له ضرب 30 قذيفة عليه. رئيس حافظ الأسد كان سيد الأولويات، الأولوية بالنسبة له هو قتال العدو الصهيوني، هو تحرير الأرض العربية. لم تحقق إسرائيل هدفها في حرب 1993 وهو تصفية حزب الله. سنة 1993 شنت إسرائيل عدواناً كبيراً على لبنان تحت تسمية تصفية الحساب، وكانت تهدف بالذات إلى تصفية حزب الله برمته. لكن الرئيس إيميل لحود أعطى ولأول مرة الأمر بالرد على الدبابة الإسرائيلية فأطلق النار عليها، وكان هذا الأمر بمثابة تغيير تام في المعادلات، لأنه منذ حرب 1967 لم يطلق لبنان على أي دبابة أي طلقة. ومنذ ذلك التاريخ تبدلت الأجواء وشعرت المقاومة بأنها محمية، رغم أن السياسة الرسمية لم تكن بهذا الاتجاه. هون بيبعت وراي رئيس الهراوي، ومثل العادي غازي كنعان بيقول لي إيميل شو بك تخرب لبنان؟ هلأ بيعملوا عملية بكرة، هودي كان يسموهن المشاغبين المسلحين، بيردوا الإسرائيلية على لبنان لأنه أنت الجيش الوطني. تلواجبات الجيش شو بدك إياه، يكون بوليس إشارة يقعد هونيكي ويدلوا من فوق مثل ما كان يعملوا من قبل، يصفي هو عم يتفرج عليهم؟ لا، عم بعطيك أمر. قلت له ما فيك تعطيني أمر، هاي صلاحيتي أنا العمليات. غازي قال لي يعني ما فينا نأجل. قلت له ما فيك تأجله. وقتها الياس الهراوي اشتكى عند رئيس حافظ الأسد، رئيس حافظ الأسد اللي ما كنت أعرفه قال له معه حق الزلمة، سيركم قائد جيش عم بيقول نحن ما دعم المقاومة، تركوا. وهيك بلشت. وفعلا عرفت فيما بعد من تركت الرئاسي الناس ما بيعرفوا أنا مش مجتمع مع السيد نصر الله، كنا نلتقى بالضمير. العلاقة بين المقاومة بين الجيش طيلة هذه الفترة يعني علاقة تنسيق ميداني، قيادة الجيش تتفهم الحاجة للمقاومة وضرورات المقاومة، هذه الحاجة كانت محل رعاية، وكانت العلاقة قائمة على للجيش وظيفته ودوره، للمقاومة وظيفته ودوره، وليس هناك يعني أي احتكاك أو تصادم. التنسيق القائم الميداني بيمنع يعني أي تصاعد أو أي احتكاك قد يؤدي إلى مشكلة. طبعا قيادة الجيش عم نحكي وقت الرئيس إيميل لحود كان على رأس قيادة الجيش، اللي هون لابد أن نشيد بدوره بتوحيد الجيش، وهذه كانت من أهم الإنجازات التي حصلت بعد اتفاق الطائف، هي معالجة الانقسام الذي أصاب الجيش وإعادة دمج الألوية على أساس وطني وليس على أساس لا طائفي ولا مذهبي، وأكثر من ذلك أن لا يكون هناك لواء له وظيفة فقط تختص بمنطقة جغرافية، وإعادة توزيع الألوية دوريا بحسب المهام المطلوبة منه. ما نجح فيه الجنرال لحود وقتها أنه كرس عقيدة قتالية للجيش واضحة، هذه ساعدت كثير بالعلاقة بين المقاومة بين الجيش. يعني لم يعد هناك بعد اتفاق الطائف أي كلام عن مسألة أنه من هو العدو، أصبح حتى لدى الجيش العدو الإسرائيلي هو العدو وليس هناك عدو آخر. وهذه العقيدة القتالية الجديدة بالتأكيد ساهمت في تعزيز العلاقة
طبعا هون شخصية القيادة، قيادة قائد الجيش بتلعب دورها برعاية تطبيق هذه العقيدة، وإيمان قيادة الجيش وقناعة قيادة الجيش بدور المقاومة لعب هذا الدور في هذه العلاقة المتينة التي نشأت بين الجيش وبين المقاومة. بس بال 93 صار شيء كثير خطير. شو اللي صار؟ وقت اللي سموها الإسرائيلية تصفية الحساب، يوم أحد كان ما بنسى بعد الظهر حوالي شيء 2-3 بيقولوا لي هلأ قامي لقيامي بالجنوب وبلشوا بالفوسفور وإلى آخر. قلت له مصطفى يلا دور بدنا نروح الجنوب. أنا ونازل يعني كان مرق ربع ساعة بهذا التليفون المعودين اللي بيسمع يعني بيسمعوه كل العالم، بدأ نعم عمليات. شوفي قال في دبابة إسرائيلية فاتت بالأراضي اللبنانية وضربت بيت فيها 6 خطيارة وبيقتلها. أنا دغري سألت العمليات في دبابة لبنانية حدا؟ قال لي أكيد على مرمى. قال لي شو بعده ناطر خلي يضربها. هيك صارت. بدق التليفون عن جديد، قال لي أنا رئيس هراوي شو بتأمر فخامة الرئيس؟ قال لي هلأ أنا صرت ببيتي بالحزمية. قال لي بتمرق علي؟ قلت له هلأ بمرق عليك. سألت وين بيته؟ أول طابق ما بنسى. ليه؟ لأنه تاني يوم الجرايد، لأنه كل الصحفية كانوا تحت مجمعين لقيامي بالجنوب، وبيظهر كان معه رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء يعني حريري. يقول فوت أنا سلم عليهم بلاقيهم يعني أنجا سلموا، بلقطني رئيس الحريري وبيلي مشي 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 تنطلع لبرا. بطلع كنت تاني مرة بشوفه لرئيس الحريري، بس طلعت على البلكون قال لي أنت أعطيت أمر للدبابة اللبنانية تضرب الإسرائيلية؟ قلت له إيه. ليش شوفي دلني هيك؟ قال لي فوق. قلت له مين فوق؟ قال لي يعني السوريين. قلت له شو ناطر السوري قال لي؟ لما بيضرب مرة لبنانية واجباته للجيش لشو مكلف الأمر ولا انتهى الجيش؟ بيتركني برا بيركض لجوا. قال قلت لكم هلأ حكيت مع وزير خارجية سوريا؟ قال نحن ما عطينا ولا أمر ولا من قريب ولا من بعيد، هذا من عنده. أنا فت. قال لي من عندك؟ قلت له إيه. قال لي ما حدا حكي؟ قلت له لا 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 لا. شو بدك تعمل؟ قلت له رايح جنوب. طيب رحت. اتصل كان العميد عباس، لواء عباس كان رئيس العمليات، قال له شو في عندنا دبابات قريبة على خط التماس؟ قال له في عندنا كتيبة وعندنا مدفعية كذا. قال له مبين المدفع اللي ضرب؟ قال له ايه اجتنا افادة. قال له اضربه. كم قذيفة ضرب؟ قال له ضرب 30 قذيفة. قال له ضرب 30 قذيفة عليه. هون نفس. بتذكر كتيب كان يمكن اللواء السادس، كتيب اللواء السادس وفي مدفعية، قصفوا 30 قذيفة على المركز، وبفتكر كان مركز إسرائيلي يومتها مش ميليشيات، على المهدو. قامت الأيام ساعتها وبلش الكلام. بذكر على الطريق أو بفتكر اتصل فيه الرئيس الهراوي، قال له صحيح ضربت المركز الإسرائيلي؟ قال له ايه ضربونا، ضربناهم 30 قذيفة ب30 قذيفة. قال له حكيت مع فوق؟ قال له مين فوق؟ قال له ما حكيت مع فوق. قال له اي فوق؟ ما حكيت مع حدا. قالوا لي ضربنا. بدك تخرب الدنيا، بدك تخرب الدنيا. قال له طيب نحكي كمان. لما ساعتها صارت الامم المتحده وصار اليوم متى 93 معروف في الحاله، انا ما بدي غوص بالتفاصيل، عم بحكي عن اميل لحود بالتصرفات. استدعى وقامت لأيامي ومتى جتع على اجتماع مجلس أمن، مجلس دفاع أعلى. بذكر نحن كان عاملينه مش بالقصر الجمهوري، كان عنده بيت الرئيس لحود، الرئيس الهراوي بالحازمية يعني حد القصر الجمهوري بلزقه طابق أول. ويومتها الإعلام وصل وما الإعلام وصل،
وظهر الرئيس الحريري مع عماد لحود وقفوا على الفرندا يحكوا يوم صار في التصوير وقالوا عم بده شو عم يحكوا هذا. هلا كمان الرئيس الحريري الله يرحمه قال له نسق الوضع مع فوق. قال له اي فوق؟ قال له لا من وظاهر حسب ما انا مذكر كان في تنصت بمكان، يعني لما عطى الامر يعني الرئيس ما قال له نعطيه، بس دغري عرف انه الرئيس لحود عطى امر، يعني بعده عم يكسفوا كان اجى الاتصال انه انت اعطيت اوامر بترمي وين رايح القيادة السياسية. بقى لما كمان قال له اي فوق قال له انا ما بحكي مع حدا. هون بلشت انه قامت لقيامي. بعد جمعة خلصت هي اختي جمعة، كان يوم احد برجع على بعبدات بدق التليفون، بيظهر من هونيكي معش رجع عبيته رئيس الحريري، كان على طول من في شي مشاكل بلبنان يروح على بيته بالشام، كان عنده هوني. بعد جمعة رجع من الشام بيقول لي أنا بدي شوفك هلا، عندي رسالة من الشام. كان صارت شي ثلاثة بعد ظهر كمان، قلت له بعدني واصل. قال لي بدي شوفك ساعة بس ضروري ضروري. بنزل لعنده ما بنسى، بفوت لعنده على البيت بدل على السقف، قلت له شوفي. قال لي بيسمعه. مين بيسمعه ما بعرف. قال لي مشي تنطلع لبرا. نطلع في جنينة كبيرة ورا بيوقف، كنا بدنا ننزل في درج هيك، انا بلش نزلت على الدرج الثاني ضل واقف فوق. قال لي ليك انت ناجح، وهلأ 93 انتخابات الرئيسية 95، انت رح تعمل رئيس جمهورية، مطلوب منك شغلة واحدة. قلت له عم تحكيني على الواقف، بدك تقعد شي محل؟ قال لي ايه في هونيك في عاملين مثل الحجر على عادت. قلت له ما تزعل مني، انت جاي جديد من عالم المقاولات بالسياسي وبالعسكر، مش هيك لا تواخذني، بس انا جاي من عائلة سياسية وعسكرية ومرق علي كتير، هذا اللي عم تحكي مش عارف شو عم تحكي. قال لي انا جايب لك رسالة من سوريا، سوريا بدها تضرب هودي الإرهابي اللي بيسموا حيل المقاومة، وأنا حكيت تليفون بطرس غالي أمين العام مجلس الأمن كان، وهو راح يحكيني نص ليل بده يمشي قدامك اليونيفيل يعني القوات الدولية بالجنوب، أنت مش مسؤول، أنت بتمشي وراهم، هن بيعطوك المحل نظيف تجي بتقعد فيه. تلو ما عم تفهم، هيدي أول شيء بتعمل حرب أهلية، تاني شيء أنا ضميريا ما فيني أعملها. قال شو 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 عم بقلك بتعمل رئيس جمهورية، إذا ما بدك تعملها نحن عاملين اجتماع مجلس أعلى الدفاع بكرة، أنت مجبور تجي بحسب القانون وأنت بدك تمشي فيها، إذا ما مشيت دغري التعيين بيصير لقائد الجيش وبيمشي فيها، عم بقلك جاي من سوريا وهيك بدها مجلس الأمن. قلت له من هلأ عم بقلك دوت الرئيس أنا ولا جاي على الاجتماع ولا رايح عشنو. قال لي طيب أنا على كل حال ببقى بحكي. نص ليل بدق التليفون، قال لي غالي بدي حكيك على الخط، هو معتقد أنه أنا خايف أنه إذا حكيني غالي ومجلس أمن والدنيا. قلت له دوت رئيس قلت لك ضميريا ما فيني، هودي اللبنانيين بده يرجعوا عضيعهم، بدك الجيش الوطني يضربهم؟ يعني معناتها انتهى لبنان وانا ضميريا ما فيني اعملها، بدك تجيب غير. قال لي ناطرينك 9 الصبح على مجلس الاعلى الدفاع. قلت له انا مش نازل. وفعلا الصبح انا نزلت الساعه 8 بلاقي بمكتبي مع خارطة قائد القوات الدولية، وكان معه لأنه تابعين للمخابرات رئيس المخابرات العميد كان رحباني، وكان مساعده العميد جميل السيد صارليوي، حاطط الخارطة أنه كيف بدنا نفوت ونخلص من المسلحين اللي بيسموا حالهم مقاومة. أنا قلت له لقائد القوات لا تواخذني، ما بدنا نضيع لك وقتك، أنا مش رايح. ما فاهم أجنبي. قال لي كيف صدر القرار؟ قلت له صدر، يطلع قائد جيش تاني.
بيقول العميد رحباني شو عم تعمل؟ قلت له تركت الجيش، كان ثالث مرة بترك الجيش، أنا كنت ترك قبل مرتين. وهون ليش عم بقولها؟ الأجيال الجديدة إنه الإنسان اللي بيعمل بضمير الله بيرجع بيوفقه. المهم مشيت لحقني العميد جميل السيد، قال شو عم تعمل؟ قلت له أنتو وسوريا والدنيا كلها بايعين لبنان، أنا خلص شو الجيش اللي جايبين عليها وعملنا جيش وكذا. كان مري 4 سنين. وهكذا رفض إميل لحود بصفته قائدا للجيش أي تعيينات طلبها منه رئيس الجمهورية ورئيس شعبة المخابرات السورية في لبنان، وكان هذا الرفض مبرر بشكل واضح للجميع بأنه لا ممنوع التدخل في الجيش. كما رفض لاحقا طلبا سياسيا كبيرا جاءه من رئيس الجمهورية ومن الحكومة ومن بعض القيادات السورية ومن الأمم المتحدة، يطالبون فيه أن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله في الجنوب. قرر الرئيس لحود عدم قبول هذا القرار وقدم استقالته. عندما علم الرئيس حافظ الأسد بالأمر استدعاه إلى دمشق بدون ما يقول لي. بيطلع جميل السيد على سوريا، ما عرفت مع مين حكي، بس بعرف انه بيتلفن لي وبيقول لي رئيس حافظ الأسد ما كان عارف الموضوع وبده يتعرف عليك. قلت له ليك اذا بده يتعرف علي تقول لي اعملها، ما راح اعملها. قال لي ما بعرف شو بدي اعمل، بس عزمك بعد بكره اوعى تقدم سئلتك. قلت له انا مش جبان، انا راح ضل تيموني وما راح اعمل الا مثل ما انا بدي. قال لي طيب. بعد يومين بوصى على سوريا بلاقي حاطين العلم اللبناني مثل رئيس جمهورية، بياخدوني على الجندي المجهول وبيرجعوا من بعدها بيعملونا سهرة يومين. بالاخر بيقولوا لي بدي اشوفك رئيس الاسد. بطلع لعنده اول مرة بشوفه، بيقول لي سوريا ومجلس الأمن ولبنان أخذ قرار، عمل قرار خطي، عندي النسخة وقتها لما عملت رئيس جمهورية لأنه سري ما حدا بيشوفه، هذا جبته من المحفوظات. بيقولوا فيها وقتها، بيقول الرئيس الحريري بالجلسة أنا بعدني جاي من عند رئيس مجلس النواب وأنا كل اللبناني وافقوا وسوريا هيك بدها، ولكن مش عم بتصير هالشي. بيقول له الرئيس الهراوي لأنه قابل بباط قائد جيش ما بده ينفذ، وهلأ بنعطي أمر فورا يا بينفذ يا بنلاقي طريقة تانية. قال لي ليش ما عملت؟ وقالوا لك سوريا ولبنان ومجلس الأمن والعالم كله. الله لهمني، قلت له تسمح لي خبرك شغلي صارت معي أنا وولد. قال لي تفضل. قلت له كان عمري 10 سنين، كنت شقي بالمدرسة وكنت أمرار اختلف أنا والتلاميذ يخزقوا لي مريولي. قال لي شو هذا؟ قلت له تيه بالمدرسة. قال لي وبعدين؟ قلت له ارجع على البيت. قال لي الوالد يا ابني شو بيك زعلان؟ قال له خزقوا لي المريولي. قال لي يا ابني كان ضميرك مرتاح لما ضربته للولد؟ قال له ايه، هو اللي هجم بالأول وأنا دفعت عنه. اللي بيشتري لك 10، المهم الضمير. قلت له كان عمري 10 سنين. طيب أنا قائد جيش، صرت قائد جيش وطني، بدك اقتل اللبناني اللي بده يرجع على ضياعهم؟ كيف؟ لأنه الإسرائيلي قاعد ببيتهم؟ كيف بدي أعملها؟ صرت ضحك ارتحت. قال لي أنا كمان بدي خبرك خبري. أنا كنت بالمدرسة الحربية بحمص، وكان بالأرشيف تبع الانتداب الفرنساوي كان كاتبين عن تاريخ الجيش، وبلش الجيش السوري اللي كان لبنان وسوريا واحد سنة 21، أول دورة عملوها بالشام سنتين، كان والدك من أصل 5 لبنانية فوقت شاب معه، وكان في 20 سوري. واحد من السوريين كاتب أنه والدك
يلي هو معونة من جبل لبنان، كان من الفرنساوي مثلا بالمطعم إذا نزل شي نقطة عبدلة فرنساوي من اللي عم بيخدم من الخادم، يوقف الفرنساوي يقول له سال سيريان، يقول له أنت واحد سوري موسخ، يطلبوا على المبارزة بيك. كان بعده تلميذ ضابط. بعدها صار في حرب جبل الدروز 26، ترك وهيك سبقوا في إتشاب سنتين أنه هو ما بيحارب مع الجيش الفرنساوي، ولو دروز هو سوريين نحن ما بنحارب. وبعدين قبل الاستقلال رفع العلم اللبناني ومثل أعلن العصيان وكذا وإلهي. إيه قال لي أنت من وقت اللي فت على الحربية نحن متابعينك، وهالأساس بقدر أقول لك هلأ أنت طالع لبيك. ارتحت، لأنه فعلا أنا بالأساس يعني اتعجب كل موقف أخده لقي دعم من عند الرئيس الأسد، بس للأسف اللي تحته يعني الوزير خدام يعني العماد شاب اللي كان من أحسن الضباط ومن أفهم الضباط، بس كان يراعي. وغازي لما كنا بقية الجيش من بعد التشكيلات صار دعمنا للآخر، بس وقت الرئاسي تغير، وهيدي لا فيما بعد. ولكن بأكد لك أنه بكل هالفترة اللي مرقنا فيها لوقت اللي خلص عرفوا أنه المقاومة ما عاش بيقدروا يدقروها، ما حدا حاكي ولا أنا حاكي مع المقاومة ولا المقاومة حاكي معي. ورح تشوف فيما بعد المرة الوحيدة اللي قعدت أنا والسيد كان من بعد ما تركت الرئاسي. المرتين اللي شفته كان أول مرة سنة 97 أنا وقائد جيش، بيجيني خبر من المخابرات كان صار له ربع ساعة مستشهد هادي ابنه للسيد نصر الله، بطلب تعرف عليه. بياخدوني على الضاحية، فوت لعنده بلاقيه كانوا ما في شيء، بعده وصل له الخبر. قال يا ريت أنا محله، وكل شيء عدى 10 دقايق. تاني مرة إجا شافني وقت اللي صار التحرير، كمان قدم لي وقتها بندقية إسرائيلية، قدمت له درع. وما بنسى وقتها قامت لقيام علي إنه كيف بستقبله برات المكتب، لأنه مش رئيس جمهورية عادة، حتى رئيس الوزراء رئيس مجلس النواب ما بستقبله برا، بستقبله بالمكتب. وكنت أعمل هيك، بس قلت هذا الزعيم العربي الأوحد اللي بعت ابنه يستشهد على خط النار، ومش هيك استقبلته. بعد عدوان تموز 93، الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية آنذاك دفعوا الأمور باتجاه أن يذهب الجيش للجنوب ليقيم منطقة أمنية بالتعاون مع القوات الدولية، ويمنع أي حركة فيها استخدام للسلاح بالمنطقة اللبنانية. لو نجح هذا الأمر، هذا كان سيؤدي إما إلى تصادم بين الجيش وبين المقاومة، وبالتالي المستفيد إسرائيل، أو إذا نجحت هذه الخطة بمنع المقاومة من الانطلاق والتحرك، كمان إسرائيلي بده يستفيد، يثبت احتلاله لأراضي لبنان. موقف قائد الجيش، وهذا اللي زاد يعني بعمق العلاقة مع قائد الجيش، واللي تعرفنا فيه على شخصية قائد الجيش إميل لحود، واللي عرفناها بعدين ودون أي علم من إيرالنا أنه والله في شيء من مجلس الوزراء صدر، وبالتنسيق مع اللجنة اللي عم تدير الملف اللبناني من قبل السوريين، يعني عبد الحليم خدام كان واضح أعطى الموافقة، رفض قائد الجيش تطبيق هذا القرار،
ذهب إلى منزله بعد ما صدر قرار من المجلس الأعلى للدفاع بنشر الجيش في الجنوب وإقامة منطقة أمنية ومنع الحركة المسلحة. هذا الموقف عطل تنفيذ هذا القرار، وبالتالي هون تعرفنا على شخصية قائد الجيش أكثر فأكثر. وحتى أكثر من ذلك، يعني بعد ما تبينت الوقائع، حتى القيادة السورية لم تكن على علم، يعني الرئيس حافظ الأسد عندما علم أنه هناك مشكلة وهناك استقالة من قبل قائد الجيش سأل عن الموضوع، عندما علم بالجواب أعجب بهذا الموقف، وتبين أنه لم يكن على علم بمثل هذا القرار من قبل اللجنة المعنية من سوريا بإدارة الملف اللبناني. وبالتالي كان هذا فاتحة علاقة بين الرئيس حافظ الأسد وبين الجنرال إيميل لحود. وبس الشام عرفوا بالموضوع أنه لا، هذا أبدا، لأنه هني أوحوا من خلال كل الاجتماعات مثل ما قالك أنه فوق بدأ موضوع الدخل على المقاومة وضرب المقاومة والتعاون مع الأمم المتحدة. لما اللواء سيد نقل الرسالة للشام إجا الرد أنه لا أبدا، الشام منا موافقة على الموضوع، ومن قال أنه معه حق الرئيس لحود. بس بعدين لما تقررت الزيارة، كان هذه الزيارة الوحيدة اللي طلعنا فيها كقائد، طلع فيها كقائد جيش على سوريا، بس هوني تقررت الزيارة نتيجة الموقف اللي أخذ الرئيس لحود، وطلعنا على أساس الزيارة للقوة، إنه زيارة عسكر بعسكر مع الحكمة الشهابي، وكان الاحتفاء كبير بالرئيس لحود من الحدود السورية كقائد جيش لكل الوحدات اللي زرناها، وزرنا وحدات مهمة، يعني كان مثلا مراكز تدريب T-72 الجديدة كانت واصلة، المدفعية الجديدة، كلها كان في احتفاء بالرئيس لحود. طلعنا يومتها على القصر الشعب بس أنا والعماد لحود، وقعد يومتها القعدة الشهيرة واللي ما عرف حدا عنها، وتقدير لحد هلأ بعد ما حدا عرف شو تصار فيها مضمون، إلا شغلة واحدة أنه التقدير كان للواء جميل لحود من زمان، من قبل مواقفه الوطنية فيما يتعلق بمحاربته للانتداب الفرنسي وبس. ولحد الآن أنا تقديري وبس، ما حدا بيعرف شو صار. حين سمع الرئيس حافظ الأسد بهذا الأمر من العماد حكمة الشهابي، طلب منه أن يلتقي بقائد الجيش اللبناني، وفعلا أتى قائد الجيش اللبناني في ذلك الوقت السيد أمين لحود مع حكمة الشهابي، والتقوا بالرئيس حافظ الأسد. وما يلفت الانتباه هو حرارة هذا اللقاء، وليس يعني فقط على مستوى كيمياء شخصية، وإنما على مستوى واحد في المبادئ والأهداف. يعني الرئيس حافظ كان يقول، أنا منذ زمن وأنا أبحث عن أحد يبني الجيش اللبناني على أساس جيش عقائدي، نحن من الضرورة بمكان أن يكون لدينا في سوريا وفي لبنان جيش عقائدي يدافع عن البلاد وإسرائيل تحتل أرضنا. فتشعر أن الاتفاق كان كاملا، وأن الرئيس لحود كان صادقا جريئا غير مهتم بأي شيء سوى بلبنان. ولذلك أقول أن الرؤية لجغرافيا والتاريخ ووحدة الشعبين والبلدين كانت واحدة بين رئيس حافظ الأسد ورئيس أمين لحود حين كان قائدا للجيش، وتشعر من خلال الحديث أن الثقة أصبحت مطلقة بين هذين الشخصين، كأن أحدا منهما أصبح مرآة للآخر. لم تحقق إسرائيل هدفها في حرب 1993، وهو تصفية حزب الله. لذا أعادت القارة مرة ثانية في العام 1996، ولكن هذه المرة بشكل أكثر شراسة وأوسع نطاقا، فاستهدفت مقر الأمم المتحدة في الجنوب، حيث كان هناك مدنيين في هذا المقر. استهدفت مجزرة قانا التي راحت ضحيتها الكثير من الأطفال والنساء، ورغم ذلك استمرت في حربها وضربت حتى المناطق المسيحية للمرة الأولى. هذا
العنف الكبير استدعى تدخل دولي برئاسة فرنسا التي فرضت على إسرائيل وقف إطلاق النار، كما فرضت تفاهم نيسان الذي تضمن فيما تضمن حق لبنان بالمقاومة. بعدها بسنة 96 بيصير في الاعتداء اللي سموه الإسرائيلي عناقيد الغضب. آنذاك كانت قويت بهالفترة المقاومة، وصاروا يهبوها السياسيين، يعني اللي كانوا بدهم راسها بالثلاثة وتسعين قلبوا بفرد مرة إنه بدنا نساعد المقاومة. المهم بهالفترة نحن بقيت الجيش كنا عاطين الأوامر، ما عنا صواريخ نضرب الطيران تبعهم ولا عنا هالسلاح القوي، ولكن تاخد قرار إنه لو عنده نقاي في الواحد بده يستعملها، وحطينا مدافع المضاد على ظهر الوزارة، وصار كل ما تمرق الطيارة نقوص بالمضاد. المليلات أعطيناهم أوامر عندهم مضاد كمان ما بيوصل، بس واجباته يقوص، وعلى حدود نعطى أوامر للمدفعية لكل شيء، حرب كامل دخل الجيش. وفعلا وقتها صار مساعي دولية، وكانت نتيجتها أنه مجلس الأمن اعترفت بالمقاومة، لأنه قعدوا على ذات الطاولة وقتها وصلوا لنتيجة هيدي اللي بسموها وقتها الاتفاق اللي عملوها تفاهم نيسان. عصب المقاومة اشتد أيضا، وجسم المقاومة اشتد، بلشت العمليات تقوى من ناحية العمل المقاوم، منظم أكثر طريقة الدخول إلى المواقع. بتعرف عناقيد الغضب أتى نتيجة تطور عمل المقاومة وعملياتها بالشريط الحدودي. بالستة وتسعين كانت واضحة الأوامر، وأنا مذكر الرئيس لحود حتى ضمن وزارة الدفاع أنه طيران مجرد تسمع الصوت تفتح النار. الدوريات بكل لبنان كانت الأوامر انتبهوا للإنزالات لهالمضي، يعني كان في بتشعر بالستة وتسعين أنه المواجهة تختلف عن عام 93 من ناحية استعداد الجيش بكل وحداته للانخراط في المعركة ولحماية ظهر المقاومة. يعني صارت الأمور أوضح بالستة وتسعين، وبالتالي أنا بتذكر ما حدث في سور، يعني بسور الطيران الإسرائيلي عم يرمي، بتذكر هذا كانت الملالات الجيش بالوسائل المتاحة، يعني مدافع مضادة للطائرات لا تتلائم مع قدرات الطيران الإسرائيلي، كانت عم ترمي هي وعم تضرب الطيارات، وصار في شهداء دور وشهداء قليم التفاح. ومتى الرئيس لحود كان بلش يوثق بالنصر، يعني عنده ميزة الرئيس لحود، هي ميزة التفاؤل دائما، انه نتيجة العمل الصح سيؤدي الى نتيجة صح. وبطبيعة العلاقة مع المقاومة بنيت على الاساس، مثل ما قلت لك الرئيس لحود بعلاقته اللي برأيي حرب الستة وتسعين عناقيد الغضب بلورت كتير، يعني بلشت تبلور فينا نقول معادلة الجيش والشعب والمقاومة، اللي انا برأيي رغم كل من يدعي انه هو بي وستة وعمة وجدة وخيه، الذي اوجد هذه المعادلة فعليا وهندسة، المهندس الاساسي لهذه المعادلة هو العماد اميل لحود. لما اكتشف الاسرائيلي انه المقاومة استفادت من هذه المعادلة، وانه بدأت توجه ضرباتها العسكرية لجيش الاحتلال لمواقعه لعملائه، شعر انه باتت يده مغلولة، يعني لم يعد باستطاعته ان يستهدف المدنيين او يستخدم سياسة الارض المحروقة، فلجأ مرة اخرى الى استهداف المدنيين لمنع المقاومة من استخدام الصواريخ. فكانت المواجهة الطويلة بنيسان 96 واللي على اثرها تكرست هذه المعادلة باتفاق، وهذا كان محطة اساسية. بعدها شعر الإسرائيلي أنه الميدان لم يعد يعني باستطاعته أن يتحكم، وأنه المقاومة أصبحت من القوة، ليس هناك من عوائق داخلية أمامها،
وميدانيا الجيش الإسرائيلي عاجز عن حماية نفسه، وحرب الاستنزاف اللي فرضتها المقاومة جعلت من مشكلة وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان بدل ما يكون مشكلة لبنان صارت مشكلة داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة تنامي حجم الخسائر. هون دخلت من جديد يعني اللعبة السياسية لمحاولة التفاوض على فصل الملف اللبناني عن الملف بسوريا، ومعروف كان لقاء جنيف بين كلينتون من رئيس حافظ الأسد علّه يعطي لباراك إمكانية تأمين غطاء سياسي لانسحابه مع ضمانات من قبل السوريين. عندما فشلت التسوية لأن الرئيس حافظ الأسد لم يقبل تجزئة يعني الصراع، وأنه ليش بده يعطي لإسرائيل يعني مكتسبات مقابل ماذا بالوقت اللي إسرائيل تحتل الجولان؟ رئيس حافظ الأسد كان سيد الأولويات، الأولوية بالنسبة له هو قتال العدو الصهيوني، هو تحرير الأرض العربية، ولذلك بالنسبة له وجود إنسان مقاوم مثل الرئيس إميل لحود مؤمن إيمانا مطلقا بالمقاومة هو ضمانة للبنان ولسوريا. والحقيقة الرئيس حافظ كان يؤمن أنه مصلحة لبنان مرتبطة بمصلحة سوريا تماما كما مصلحة سوريا مرتبطة بمصلحة لبنان، وبكل ندية وبكل محبة وبكل أخوة. وللأسف كمان من الخبرة اللي مرقت فيها كشفت أنه مجلس الأمن وأنه كل الحلول العالم تنعمل وكلهم بيقولوا نحن شو بيقول مجلس الأمن، ونحن كنا نعتبر أنه قرارات مجلس الأمن يعني منزلة، مثلا 425 أنه الإسرائيلي قاعد بلبنان كان صار له 22 سنة وما ينفذوا إشياء كثيرة، 194 حق العودة كمان ما ينفذوا. بيّن لي بعد الخبرة كلها أنه الأمم المتحدة أداة بإيد الولايات المتحدة يلي للأسف هلأ عم بيحكوا فيها، أنه كمان الإدارة الأمريكية من يوكون ومن الأيباك وكذا كمان في عليها ضغط بيجي من الصهيونية العالمية. قوت الجيش مهم، العتاد والعديل والتدريب، بس الأهم منهم كلهم الشعب معكم، كل الشعب اللبناني، هاي قوتكم. نلتوا ثقة الجميع بالداخل وبالخارج، وهذا حقنا المشروع، ندافع عن أرضنا. نحن ما عم نتعدى على حدا، بس يتعدوا علينا نحن ما بد، ولا وسائلنا مش كافية كونوا أكيدين. هالرد هذا بخليهم يفكروا عشر مرات. نحن بنعرف الإسرائيلي إذا بده يخسر واحد بيفكر 100 مرة، اللي بيعرف إنه بده يصير في خسارة بيرجع بيروح. مشان هيك لما بتقولوا إنه طيب ليش بنقوص بس على الصوت؟ لما تقوصوا بس على الصوت إذا في إنزال أو شيء بيفكروا عشر مرات قبل ما ينزل. نحن ما هنخلي حدا يدخل بالجيش، ونحن ما حندخل برات الجيش. نحن تابعين للدولة، مجلس الوزراء مجتمعة لهم حق يعطونا أمر، ولا شخص بمفرده بيقدر يعطي أمر. الجيش تابع للوطن مش تابع للأشخاص، ومشان هيك بيقول حقوق العسكري بداخل العسكري اللي بتقله تكون مستعد إنه تدافع عن أرضك وممكن تموت، له حق بالطبابة لأولاده ولأهله، له حق بالدواء، له حق بلبس، له حق بسلفة صيانة لآليات عتيقة صار له مثل ما قال بسنة 30، له حق بالإسكان. مشان هيك بقلكم مع أنت وأنا نضلنا نلاحق على القضايا، وأنا أقول ما بيصح إلا صاحب. أيام صعبة على الحدود وإقليمياً وداخلية في أزمات داخلية، ولكن نحن أكيدين بالآخر رح نربح، لأنه ماشيين بوجدان وبضمير وعم نشتغل للوطن مش لأشخاص.
بهالوقت كلهم بده يشتوا سلاح، كل عهد كان يجي يجيبوا سلاح، وانا ما علي يعني مثلا يقولوا بدنا ما فينا نشتري جديد، نشتري من الاردن، كان الاردن تاخذ من بريطانيا مستعملين 10 سنين، يستعملوها 10 سنين ويرجعوا يبيعونا اياها وتتخربط وتكلفنا تصليح وكذا وباسعار عاليه، لانه كنت رئيس غرفه عند الوزير، شفت اشياء كثير من هالصفقات اللي كانت تصير. يعني مثلا بالاحداث مره بيجيني انه موصين ذخيره بقيمه 50 مليون دولار تقريبا، ما حدا استلمهم وما عرفوا وين قوصوهم وما حدا، قلت لهم ما بتدفعوا. الفرنسويه بعتوا انه نحن قدمناهم لانه بالاحداث وكذا، قلت لهم ما في. ثاقبت اجى الوزير ارنيو وقتها، كان وزير الدفاع فرنسي، وزير الدفاع الفرنسي، اجى تيعمل زياره للبنان، رئيس المكتب تبعه اميرال طلب يشوفني، قال لي بتعرف نحن يعني نحن واللبنانيه ما في تكلفه وكلها صارت هيك على، قلت له سؤال، انت ببلدك اذا قالوا لك بدك تدفع حق ذخيره 50 مليون دولار ما حدا استلم وما عرفنا وين قوصهم وما عرفنا كيف راحوا تعملها؟ قال لي لا. قلت له شو نحن جمهوريه ماوز؟ نحن ما رح ندفع. قال لي لا ما دفعناهم. طلع ما بنسى وقتها بالجريده مانشيت، هي ما بنساها، ذخيره هديه من فرنسا للبنان بقيمه 40 مليون دولار، يعني كان في 10 ملايين دولار عموله. عم بعطيك امثال. قلت له انا ما بدي اشتري، انا الجيش بدي اعمله بالانضباط وبالتدريب وبالكذا، بيجي هبات اهلا وسهلا. وفعلا اول ما بلشنا بده يشتروا اوتوبيسات، الاوتوبيس 300 ألف دولار، قلت له ما عندهم يلبسوا العسكر. طيب قديش حق البدله؟ 60 دولار. البدله العمل 60 دولار، كان صار لهم بيشتروها من 10 سنين. قلت له من وين بيجيبوها؟ قال من كوريا. في العميد وقتها موسى زهران خيرة الأوادين، كنت بعود عليه بالجيش، بعت ورا قلت له بتروح على كوريا بتقول لهم ديركت ما نشتري من هونيك نجيبهم لهون، قديش بيكلف؟ 60 دولار، اشتريناهم ب 12 دولار. عم بحكي لك أول بدنا نجيب أدوية، وزارة الصحة بتقول عنا 40 ألف واحد، كان الجيش بعده 40 ألف قبل خدمة العلم. قلت له بدي زيت النوعية وزيت الكمية. قديش أخذوا وزارة الصحة؟ 12 مليون. تعطونا 12 مليون دولار. إيه هيدي فيما بعد كان صار رئيس الحرير رئيس وزراء. بيبعت لنا 12 مليون دولار. بيروح موسى زهران بيجيب وكالات الأدوية بيحطهم بيقولون زيت الأدوية بدكم تنزلوا، ضلوا ينزل. هي عم بحكيها تيعرفوا الناس كيف كان الشغل. من 12 مليون نزلوا للأربعة، 8 ملايين اللي عملناهم توفير وما كنا نحكي. بيطلب وقتها رئيس الحريري عرف انه اشتريناهم بأربعة، بدل يقول عفاكم كذا انه هاو بترجعوا بتعطوهم للدولة. قلت له لا، بدو ينعمل فيهم صندوق للإسكان للعسكر، وبلش الصندوق الاسكان العسكر من وقتها، وهلا اكتريت العسكر صار عندهم اسكان. قلت له خلينا نبلش نوادي العسكر، بلشنا بكم نادي، بعدين رتبة ما كان عندهم نادي من وقت الاستقلال عملنا نادي، وجينا قلنا النوادي اللي كانوا قبل، بلشنا بالحمام العسكري اللي كان من نزول الاستقلال مش عاملين فيه شيء، كبروه وسعوه، نفس الشيء بالمناطق بالشمال، بمنطقة الأرز كان في محل تزلج عملنا بفقرة محل كمان للضباط. ليه؟ حتى العسكر معاش يعوزوا المدنيين يروحوا لعندهم يترجوهم. عملنا بالكاسليك أول نادي، من الأرباح تاني نادي، وقلت لهم هلأ عم بيجي أرباح كثيرة. أنا كنت وشرفت على نهاية يعني بدي أترك، وصار بعدين انتخاب رئاسي، بس قلت لهم بدنا نبلش ببيت راحة، وهيدي متعلمة كنت بالبيت لما كان الوالد. وجينا عملنا أول 20 أوضة لبيت الراحة، للأسف ما
من بعد ما انتخبوني رئيس جمهوري إجا قائد جيش جديد، ضلوا العشرين أوضة وما عادش تحسن شيء بكل هالطريقة اللي سات. نجح إيميل لحود في بناء الجيش اللبناني على قاعدة وطنية، كما نجح في التنسيق ما بين الجيش وحزب الله وسوريا، فساد الأمان والاستقرار كل الأراضي اللبنانية، كما بنى النوادي العسكرية وأقر خدمة العلم وتفاهم مع الاتحاد العمالي العام حول الكثير من القضايا الاجتماعية، وساد اعتقاد بأن من ينجح في قيادة الجيش بهذا الشكل ينجح في قيادة الدولة. عليه انتخب الرئيس إيميل لحود رئيسا للجمهورية في العام 1998. أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.